الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب الثاني من الكتاب 47، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، أي في عالم الأرواح، عندما التقى سيدنا موسى بأبيه آدم في عالم الأرواح وتمت المحادثة، فإن الإنسان بعد وفاته تلتقي روحه بأرواح كل السابقين، يحادث منهم من شاء ويستأنس بمن شاء، إذا كانت روحه روح صالحة تكون منطلقة تذهب حيث شاءت وتتحدث مع من شاءت، أما إن كانت روحه خبيثة فهي في سجين، أي في سجن مقيدة لا تستطيع أن تفعل ما تشاء. وسيدنا موسى من كبار الأنبياء أولي العزم، فروحه في كمال الانطلاق، وكذلك أبونا آدم كان نبيا فروحه في كمال الانطلاق، يتحدثون ويتزاورون كيف شاءوا في عالم برازخهم، وبالتالي تم هذا الحجاج واللقاء بين سيدنا موسى وبين أبيه آدم في عالم البرازخ والأرواح، فتمت هذه المناقشة التي نقلها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أطلعه الله على كل العوالم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 12 بعد 906,000، قال حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر المكي وأحمد بن عبدة الضبي جميعا عن ابن عيينة، واللفظ لابن حاتم وابن دينار، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني حج آدم موسى يعني أقنعه، يعني بهته، يعني أقام الحج عليه، لأن ربنا لما قال للملائكة قال لهم إني جعل في الأرض خليفة، ما قالش أنا هخلي الخليفة ده في الجنة، ده قبل ما يخلقني هو مقرر، فإزاي تفوتك دي يا موسى؟ إزاي تفوتك يا موسى إني لو لم آكل من الشجرة ما ولدت وما ظهرت، ده لولا أكل من الشجرة ما كنت أنت موجود أمامي لأن تكلمني، وينزل عليك الوحي وتنزل عليك التوراة ويكرمك الله هذا الكرم، فنعمة الأكلة هي. فقال ايه المعنى؟ يبقى الله لما يقدر قدر لا مفر من ايه؟ من تغييره، لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بالرغم ان ادم نبي معصوم يعني لا يعصي الله، ربنا لما قدر عليه خلقه في هيئه معصومه تعصى في الظاهر ولا تعصى في الحقيقه، فخلقه انسان ينسى. لأنه ربي لطيف لما يشاء، كيف يجمع فيه النبوة والعصمة ويظهر عليه المعصية؟ عملية صعبة، ما هو المعصية لا تجتمع مع العصمة، فكيف جمعها؟ خلقه في صورة إنسان، والإنسان ينسى، وعشان كده أكل ناسيا، فكان في الظاهر عاصيا وفي الحقيقة وفي الباطن طائعا، لأنه لم يتعمد المعصية، فبمجرد أن تذكر تاب إلى الله
فمن خلال هذه المعصية الظاهرة علم ذريته التوبة. لولا معصية ما علمنا كيف إذا عصينا الله نفعل. حتى الملائكة نفسهم كانوا لا يعرفون أن الله تواب، لأنهم لم يعصوا من قبل. الملائكة نفسهم اتعلموا من آدم، عشان كده ربنا أسجدهم لآدم، لأنه سيدهم يعلمهم ويزيدهم معرفة بربهم، لأنهم لا يعرفوا المعصية أصلا ولا يعرفوا ما يفعلون إذا فعلوا المعصية. فعلمهم من خلال آدم، ومن خلال آدم تعلمت ذريته كلها كيف إذا عصت تعود إلى ربها وتعلم أن الله لطيف وأن الله رؤوف وأن الله تواب وأن الله رحيم. كل هذه المعاني كان لا يعلمها الملائكة قبل معصية آدم. فبآدم تعلمت كل الأكوان وتعرفت كل الأكوان على هذا الرب العظيم الكريم الكامل الجليل الجميل. فلم تعرف الملائكة الله إلا بالجلال، ولم تعرف الجمال إلا بعد خلق آدم، لأن المغفرة جمال والتوبة جمال والحلم جمال، أما القهر وشدة العذاب جلال. فالملائكة عبدوا الله على جلاله ولم يدركوا جماله، فلما خلق آدم ظهر الجمال من خلال هذا المخلوق الذي جعله الله سيدا في الأكوان، ومن خلاله ظهرت سيد الأكوان وهو النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده ازاي تحتج علي بقى ان انا خرجتكم الجنة؟ ده انا دخلتكم الجنة، كأن أبونا آدم يقول ده أنا اللي دخلتكم الجنة، أنا لو ما أكلتش من الشجرة ما كنتوش اتولدتوا، فكنت أنا اللي حاطط في الجنة لوحدي، فكيف تحتج علي؟ علشان كده تعرف أن أبونا آدم كان قوي الحجة، وأن سيدنا موسى كان يتدلل على أبيه. سيدنا موسى على فكرة فاهم برضه، بس إيه بيقولها دلال على الإيه؟ دلال الابن على أبيه. سيدنا موسى يتكلم من باب الدلال، وسيدنا آدم يتكلم من باب الحجة والبرهان. مش معترض على فكرة سيدنا موسى، مش معترض على قدر الله، لأنه ده نبي فاهم، لكن هو بيتدلل على أبيه حتى ينظر. زي كده سؤال العارف، عارف في حاجة اسمها سؤال العارف؟ يبقى ابنك عارف الإجابة ويسأل بابا برضه، هو عارف الإجابة من باب الدلال على أبيه، لأنه ربما يزيده فهما على الفهم الذي يفهم. فلا تظن ان ابونا ادم، ان سيدنا موسى عندما كلم ابي ادم كان معترضا عليه، بل كان متدللا عليه، فهو من باب الدلال. فنقرا تاني بهذا الفهم عشان نفهم الكلام. احتج ادم وموسى، احتج يعني تناقش من باب المناقشه. فقال موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه. يبقى ده من باب الدلال وليس من باب اللوم والتقريع، لانه لا يناسب الانبياء، فهم؟ لان هذا من سوء الادب، والانبياء هم الذين قالوا يعلموا الناس الادب. يبقى هذا يكلم ابيه من باب الدلال والادلال على الاب. فقال له ادم انت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيده. يعني كانه بقى ابوه بيقول له بقى انت موسى اللي بيقولوا عليك كليم الله ونبي كبير تغيب عليك الحكايه دي. فهمت ازاي؟ برضه ده من باب ايه؟ من باب ادلال الابي على ابنه. فالحديث كله دلال، فهمت بقى؟ وجمال. انت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، اتلومني على امري على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه؟ ولا مفهوم على فكره للايه؟ للعدد هنا. باربعين سنه يعني مده طويله. فالاربعين هنا لا مفهوم للعدد. ولو كان العدد له مفهوم يبقى السنه برضه غير معروف، هل هي السنه بتاعتنا دي؟ ولا سنه من سنين ربك موجود؟ ان يوما عند ربك بألف سنه، في يوم عند ربك خمسين ألف سنه، طب بأي سنه؟ ما نعرفش، وبالتالي لا مفهوم للعدد. يعني منذ القدم قبل ان يخلقك.
فازاي تلومني على حاجة مقدرة علي قبل أن يخلقني؟ وهل قدر الله يتغير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، لأنه إيه؟ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أقام عليه الحجة من هذه الجهة. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما: خط، وقال الآخر: كتب لك التوراة بيده. ويبدو أن هذا اللفظ إيه؟ من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى. كلمة خط بالإيه ولا كتب بيدي ولا أنزل عليك التوراة، المهم الراوي رواها بالمعنى مش بنفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن موسى ابن عبد الله ابن موسى ابن عبد الله ابن يزيد الأنصاري قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني الحارث بن أبي ذباب عن يزيد وهو ابن هرمز وعبد الرحمن الأعرج قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهم. عند ربهما يعني إيه؟ عندية مكان ورتبة، وليس عندية مكان، يعني في برازخهما. فحج آدم وموسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء. ما قالوش خط بيده الأوراق، يبقى دل على أن الرواية بالمعنى، فهم؟ وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. وربنا بيقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. كأن ربنا بيعتذر لآدم: عهدنا إليه ألا يأكل من الشجرة فنسي ولم نجد له عزما على المعصية، يعني أكل ناسيا غير عازم، يعني غير عاصيا. شفت بقى؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني على شريعتنا أبونا آدم غير عاصي، لأن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. يبقى أبونا آدم أكل ناسيا. أنت لو عملت معصية ناسي، جيت في نهار رمضان وأنت صايم وناسي وكلت، إيه اللي يجرى؟ مش معصية ولا حاجة، رزق سقاه الله لك وأكمل صيامك، مفيش حاجة. فاللي عمل أبونا آدم مفيش حاجة، اللي عمل مراد الله، فأكل معصوما، أكل وهو معصوم. شوف ازاي بقى ان ربي لطيف لما يشاء، قهار لعباده، يخلق من لا يعصى فيجعله يعصى وهو لا يعصى. سبحانه الذي جمع هذا كله في شخص واحد، هذا لا يقدره الا الله، فهم؟ وقل من فهم اكل سيدنا ادم من الشجره بهذه الطريقه. كل الناس ظلمت ابوهم ادم، يقول لك ابونا ادم كل من الشجره بس ودنا في داهيه. الناس تقول كده ما يصحش، ده ابوك ادم ونبي، ليه حق الابوه وحق النبوه، فانت هتفهم اكتر منه، فهمت؟ فما يصحش، لازم يتراعي هذه الاداء. وعن ابي قال: حدثني زهير بن حرب وابن حاتم قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا ابي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، ف
فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا أيوب بن النجار اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا حيوة حاء قال: وحدثني محمد بن سهل التميمي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع يعني ابن يزيد كلاهما عن أبي هانئ بهذا الإسناد مثله غير أنهما لم يذكر وعرشه على الماء. يبقى ربنا خلق القدر ليعتذر به العاصي عن معصيته بعد توبته فيقوى الله بعذره، لا ليحتج به العاصي قبل فعل المعصية فيقع فيه. فهمت؟ فجعل القدر داء ودواء، داء للكافر ودواء للطائع، يداوي جرح معصيته. فإذا عصيت وتبت فجعلك الله لك حجة عنده حتى تعلم أنه قدر عليك المعصية ليدخلك عليه من باب التوبة. فهمت؟ وجعل القدر حجة للكافر يحتج به مقدما قبل أن يفعل المعصية فيقع في المعصية ويقول: قدرها الله عليه. هل تعلم قبل فعلها أنه قدرها عليك؟ أنت الذي اخترت. فهمت؟ ففرق بين فهم القدر عند الكافر وفهم القدر عند المؤمن. القدر عند المؤمن رحمة، حتى لا يندم ندم يقنطه من رحمة الله، وحتى يتسع له باب التوبة فيدخل إلى الله من باب التوبة والانكسار. والقدر عند الكافر الجبري حجة ليستمر في غيه ويستمر في كفره ويستمر على ما هو عليه من بعد الله. فسبحان الذي قرب بما به أبعد سبحانه وتعالى. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ قال: زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، يعني يصرفه بين الجلال والجمال. آدي معنى. يبقى الإصبعين هنا الصفات المتقابلة، فهمت؟ جلال وجمال، بسط وقبض، عطاء ومنع، عز وذل، عافية ومرض، حياة وموت، معرفة وجهل، غفلة وذكر. فهمت؟ آدي المعنى. مش معنى المجسمة يقول لك ربنا ليه صوابع عشان تعرف انه مش فاهمين اللغة العربية. مش فاهمين اللغة العربية، المشكلة ان هم مش فاهمين اللغة العربية. لو فهموا اللغة العربية كانوا ايه؟ كانوا ما وصفوا الله وصف، لأن الحديث هنا من باب التنزل لنا لنفهم، لا من باب وصف ذات الله عز وجل. جاء الحديث من هذا الباب، من باب التنزل لنفهم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يعني اجعل قلوبنا على وجه الطاعة حال المنع والعطاء، حال الجمال والجلال، حال النصرة والقهر، حال الذلة والعز، حال العافية والمرض، حال الذكر والغفلة، فاجعلنا على الطاعة في كل حال. باب كل شيء بقدر. وعن أبي قال: حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال: قرأت على مالك بن أنس حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. الكيس والحزق والنشاط، كويس، والعلم والمهارة، والعجز على خلاف ذلك، الكسل والجهل والخمول وعدم الهمة، يعني كأن الشيء كله بأرزاق الله، رزق أهل الطاعة رزق الطاعة، فهموا لطاعته ونشطوا لطاعته، ورزق أهل المعاصي الخمول عن الطاعة والنشاط في الإيه؟ في المعصية، لأنه يسر أهل الطاعة للطاعة ويسر أهل المعصية للمعصية، لأن أهل المعصية شاءوا المعصية وأرادوها، وأهل الطاعة شاءوا الطاعة وأرادوها، فأعطى كل إنسان ما أراد لأنه كريم لا يمنع الخلق مما يريدون. فهمت؟ وعلى شكل يضل من يشاء أي الضلالة، ويهدي من يشاء الهداية، إذا شئت الهداية هداك، وإذا شئت الضلالة أضلك، فانظر ماذا تشاء. فهمت بقى المسألة؟ فكله بقدره سبحانه وتعالى. يبقى الكيس منها الكياسة، العقل والفهم والذكاء والنشاط وعدم التسرع والحلم، والعجز خلاف ذلك كله. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، يعني حتى حظه من ايه؟ من المعصية مقدر، حظ ابن آدم من المعصية برضه مقدر، رزق سقاه الله له، وسبحان الله جعل المعصية لأهل الجنة سببا للدخول في الجنة، لأنها سببا للندم وسببا للتوبة وسببا للانكسار والاضطرار إلى مولاهم وللجوء إليه والفرار من أنفسهم إليه، وجعل أيضا المعصية سببا لدخول أهل المعاصي النار إذا تناولوها بشهوة وعدم ندم وإقبال وعدم توبة، فالمعصية فيها الداء وفيها الدواء. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة. اللمم اللي هي الصغائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يبقى اللمم اللي هي صغائر المعاصي، جاي أصلا حيث اللغة من ألم بالشيء، يعني إيه؟ يعني تناوله ولم يستمر عليه، في اللغة كده ألم بالشيء، يعني إيه؟ يعني تناوله ولم يستمر عليه ولم يلتزمه، تناوله ولم يلتزمه، يعني أخذه لحظة ثم تركه. فهمت إزاي؟ ها؟
فجعل المعاصي الصغيرة، لأن الإنسان الصغائر هو عدم الإصرار، تقع في المعصية وما تصرش عليه، تتوب على طول، يبقى اسمه لمم، ألم بالمعصية وتركها. كان سبب الترك الندم والعزم على عدم العود والحياء من الله والرغبة في الإقبال إلى الله، فهم؟ أدي اللمم. وعشان كده قالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلك ملتزم بها، والالتزام بها يخرجها من كونها لمم. فاللمم هو أن تتناول الشيء ولا تلتزمه، يعني تتناول لحظة وتعدي، مش تقعد معاه، فهمت ازاي؟ تكب عليه. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول ما رأيت شيئا أشبه باللمم، يعني وضح لنا معنى اللمم اللي هي المعاصي الصغيرة، مما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لأن الزنا الحقيقي هو إدخال فرج في فرج، هو ده الزنا الحقيقي. لكن التاني لكل ده زنا مجازي، لأنه يؤدي إلى الزنا وليس بزنا. النظر، اللمس، السماع، الكلام، دي مقدمات. هذه المقدمات تبقى الزنا كبيرة، تبقى مقدمات الزنا صغائر. إذا ألممت بها عليك أن ألا تلتزمها حتى لا تقع في الزنا. يعني إذا نظرت عليك أن تغض طرفك حتى لا تقع، إذا سمعت عليك أن لا تصيغ إلى الكلام الذي يؤدي إلى إثارة شهوتك، فإذا تكلمت لا تتكلم بالفواحش، فأخبر لا تستمر في هذا حتى تقع في الزنا. إذا ألممت بشيء اتركه سريعا وفر منه حتى لا تقع ويصدق عليك الوقوع الحقيقي في المعصية. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه سمعت ابن عباس، وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، إن الإنسان ينظر امرأة فتعجبه، كويس، دي أول حاجة، أدي خب، أو يسمع عن جمال امرأة فتعجبه بالسماع من غير ما يهجي، شفت أدي، أو يتكلم كلام يصف فيه زينة النساء، فهمت إزاي؟ أو يعبر عن إعجابه بامرأة بلسانه، أو يسعى للنظر لهذه الشهوات بقدميه، أو يتناول هذه الأشياء بيده، يعني يلمسها، يحط إيده يسلم على امرأة كده يقوم يشعر بطراوة بدنه، يقوم كل شوية يروح يسلم عليه، يبقى كل ده بياخد حظه بهذا كله. كل هذه الأشياء ليست زنا في الحقيقة، لكنها زنا في المجاز، لأنها تؤدي إليه. فعلى الإنسان أنه يعرف أن ده اسمه اللمم، عليك ألا تلتزم اللمم، فإذا التزمت يعني استمريت على هذا وقعت في المعصية الكبيرة. قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. وعن أبي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. والفطرة هنا هي إيه؟ معرفة الله، معرفة أنه عبد مخلوق وأن هناك رب مربوب. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يجوا الآباء ينشأوه على اعتقاد فهمهم هم، يعني يحولوا بقى فطرة التدين اللي فيه انه يحولوها يوجهوها الى الوجهة التي ايه تناسبهم هم. اذا كانوا يهود يخلوه يهودي، يحولوا تدينه لليهودية، واذا كانوا مسيحيين يحولوا للمسيحية، اذا كانوا مجوس يحولوا للمجوسية، اذا كانوا كفار يحولوا للكفر فيعبد شهواته. لكن هو في كل حال هيعبد، يا اما يعبد ربه يا يعبد هواه يا يعبد اصنام يا يعبد مياه مقدسة. لو نشأ في الهند يعبد بقرة، لو نشأ هناك في اليابان يعبد بوذا، لكن هو لابد ان يعبد لانه خلقه الله عابد، فطرته كده انه يعبد، عايز يعبد حاجة لانه عارف انه هو متعبد، انه هو عبد. فهمت بقى ازاي؟ يجوا الاباء والبيئة توجه هذه الفطرة، فطرة حب ان تعبد الذي خلقك، الذي اوجدك، الذي رزقك، الذي تلجأ اليه عند الشدائد، ان تتقرب اليه. يوم هو يوجه هذا كله الى عدم الصواب من حيث البيئة التي نشأ فيها. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. زي البهائم كده، ما بتتولد البهيمة بتتنزل ايه؟ بتنزل كاملة. بتلاقي البهيمة بتولد ايه؟ بهيمة كاملة، مش كده؟ فيها حاجة ناقصة. جمعاء يعني كاملة الأعضاء، يبقى جمعاء يعني ايه؟ يعني كاملة الأعضاء. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كاملة الأعضاء غير ناقصة. فكذلك الله يخلقك كامل الوجدان وكامل الأعضاء. الوجدان بمعرفة أنك مخلوق، والأعضاء حتى تمكنك من السعي في هذه الحياة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل ترون فيها من جدعاء؟ يعني مقطوعة الأطراف، زي ما بتتولد كاملة كده انت مولود كامل برضه. تعرف ربك، تعرف مراده، تريد ان تتوجه اليه، تشتاق ان تعبده. ثم يقول ابو هريرة: واقرأوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله يعني لدين الله، لفطرة الله. يبقى خلق الله يعني ايه؟ يعني دين الله وفطرة الله. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق، كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد، وقال: كما تنتج البهيمة بهيمة، ولم يذكر جمعاء، يعني مكتملة الاعضاء يعني. وعن ابي قال: حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا يولد على الفطرة، ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يبقى خلق الله اللي هو ايه؟ الدين القيم. فطرة الله اللي هي ايه؟ الدين القيم. يبقى ربنا بين لك المعنى. عشان كده القرآن يفسر بعضه بعض، بس الفكرة رابطة بتأني. لا تبديل لخلق الله. الناس يفتكروا خلقة الله يعني الخلقة اللي هي وشك وايديك ورجليك، لا، خلق الله كله، كلك على بعضك كده. والمقصود بخلق الله مراد الله منك. صورة ومعنى. فهمت ازاي؟ ومراد الله منك صورة ومعنى هو دين الله.
وعلشان كده قال ايه؟ لا تبديل لخلق الله، ذلك اللي هي الفطره وخلق الله الدين القيم. ذلك الدين القيم، ذلك اشاره لما سبق. فهمت؟ شفت بقى اللغه تخليك تفهم القران ازاي؟ تقعد تقرا كده القران تفهم. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال له في اتولد في حتة وأبوه وأمه ميتين وعاش لوحده كده في الدنيا وكبر. طب هيعمل إيه؟ شوف السؤال بقى، يعني نشأ في بيئة لا دين فيها ولا تدين. عايش كده زي اللي اتولد مثلا في غابة، وعاش في حتة كده بعيدة عن الناس. طب يبقى إيه ده؟ ومات لحد كده. طب هي ايه مصيره ده يا رب؟ بيسال ايه؟ بيسال رسول الله، يعني مصيره ايه عند الله؟ فقال له ايه؟ الله اعلم بما كانوا عاملين وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني عندنا احنا مذهبين في المساله، اما ان الله يعلم اذا عرض عليه الدين الحق ماذا كان موقفه فيدخله على مقتضى علمه، أو أن الله لا يعذبه لأنه لم ينذره. فهو محتمل الاثنين، يعني هو في مشيئة الله. يبقى معنى الكلام هنا إيه؟ هو في مشيئة الله، إما يدخله على مقتضى علمه إن عرض عليه الدين هل يقبله أم لا؟ لأن الله يعلم ما لم يكون إذا كان كيف كان يكون. فهمت بقى إزاي؟ إما يدخله على مقتضى علمه القديم، أو إن الله لا يعذبه لأنه لم ينذره. فهمت إزاي؟ فهو معنى كده إننا مش عارفين هيعمل فيه إيه الله، يعني معناها إيه؟ في مشيئة الله. يبقى إجابة النبي خلاصتها إن هو في مشيئة الله، ما تسألش بحاجة زي دي. أنت ربنا خلقك عبد، عايز تشتغل وظيفة الرب؟ أنت مالك؟ فهمت؟ كأن النبي بيقول له أنت مالك؟ أنت عبد، أقامك الله في شيء اتقنه واعمله وأقبل عليه. ولا تسأل ماذا يفعل الله مع العباد، لأن هذا فعل الله ولا يسأل عما يفعل. اهتم بما أقامك فيه ولا تسأل عن خصائص الرب. فهمت بقى المعنى؟ لأن الأمر ده في مشيئة الله، إن شاء غفر له. لأن هتيجي بقى تقول إيه؟ طب وذنبه إيه اللي ما اتعلمش؟ أنت مالك أنت؟ أنت فاهم إن ربنا هيظلم؟ إيه ذنبه إيه؟ هو أنت أعدل من ربك؟ فهمت؟ اعرف الأدب والزم الأدب والزم غرزك، أنت عبد. والعبد لا تصرف له في ملك مولاه. فهم؟ يفعل الله ما يشاء. وعلشان كده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه يملك كل شيء، يتصرف في ملكه، فلا يتصرف في حقه الظلم. الظلم أن تتصرف غير ملكك. فهمت بقى المسألة؟ أنت جبت حتة قماش قطعت منها حتة عشان تمسح بيها الجزمة، وحتة تانية عملتها بدلة. تيجي القماشه اللي قطعتها تمسح بيها الجزمه تتخانق معاك تقول لك: ليه بتمسح لي الجزمه؟ ليه ما خلتنيش بدله؟ هتعمل ايه في القماشه دي؟ هتروح جميل اجري. لان انا ما ظلمتكيش، انا تصرفت في ملكي. انا تصرفت في ملكي، لا يتصور ايه؟ الظلم، لانك تصرفت في ملكك. فاهم؟ فده بقى جاي يسال في حاجه مش ملكه. طب افرض بقى يا رسول الله ابوه لا عمل له كده ولا عمل له كده، هيعمل ربنا فيه ايه؟ ربنا هيعتره. فهمت ازاي؟ فالنبي رده قال له: لا، في مشيئه الله ولا يظلم ربك احد. فهمت بقى المساله؟ ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيوة تفضل.